اهلا بيكم في تالت دروس شابتر 5 كومبتون ايفكت. لو انت رجعت معايا من اول شابتر 5 بحاول اثبت ان زي ما اللايت ويف هيبقى له صفات البارتكل ودي اسمها دواليتي اللي هتبتدي تغير وجهة نظري عن كل حاجة في الدنيا. كل حاجة في الدنيا هنتعامل معاها بدواليتي، يعني زي ما اللايت ويف لانه ريفلكت ريفراكت انترفير اند ديفراكت هيبقى له صفات البارتكل كمان، وبدل ما استفيد من اللايت از ويف بس هستفيد منه ك بارتكل كمان. كومبتون من الناس المؤثرة جدا. كومبتون إفكت يا جماعة عمل كولاجن بتوين فوتون اند إلكترون. افتر كولاجن حصل سكاترينج للاتنين، معناه ان الدايركشن اتغير. لو راقبت الإلكترون هتشوف ان الإلكترون الدايركشن بتاعته اتغيرت والفلوستي زادت. اما الفوتون اللي خبط في الإلكترون كولايد ويز ايتش اذر حصل له ان الانرجي بتاعته قلت والفريكوانسي قل. على مهلك اسأل نفسك سؤال كده، الفيلوسيتي بتاعت الإلكترون حصل لها ايه؟ زادت، لأن الانرجي زادت. إنما لما جينا نتكلم عن انرجي الفوتون قلنا قلت، الانرجي نايزر ديستروي نور كرييتد بات كونفيرت فروم وان فورم تو انذر، يبقى الانرجي اللي قلت من الفوتون راحت لمين؟ للإلكترون. تمام. وان سبايت اوف ذا انرجي اوف فوتون قلت، لأن الفيلوسيتي بتاعته ما اتغيرتش لأنه لسه فوتون light وال speed of light is constant، انما الفريكوانسي هو اللي قل. مش بيشبهك بحاجه دي؟ فاكر كره البلياردو كده لما بنكسر في بدايه الجيم؟ يلا كره البلياردو لما بتضرب الكور كلها بتبعد صح، والكوره اللي ضربت بتحاول تقف او سرعتها بتقل. هنا حصل ايه؟ حصل كولليجن بين الفوتون والالكترون. سكاترينج اللي حصل ده ادى الى اني اعتبرت الفوتون كورة خبطت فعلا في الالكترون ولا لأ؟ تمام. فقال when a photon of X or gamma rays عشان يبقى الانرجي بتاعتهم عالية حصل ايه؟ in collide with a free electron this frequency of photon قل والانرجي بتاعته كمان قلت والدايركشن اتغير. ده الobservation. وحصل كمان ان الالكترون الانرجي بتاعته زادت والفلوسي زادت والدايركشن اتغير due to mean ها الكولاجين. تعالوا نرجع كده، ولينا كتب الكلاسيكال حصل ليه؟ كتب الكلاسيكال ما فيهاش كلمة فوتون أصلا. أول واحد جاب زي سيرة كلمة فوتون كان بلانك، ويبقى من نظرية بلانك هنعتبر إن الفوتون ده جسم ولا لأ، واللي حصل ده كولاجين نوعه إلاستيك. يعني إيه إلاستيك كولاجين بقى؟ يتبع قوانين الإنرجي والمومنتم. بيقول في الكولاجين ده حصل in this collision linear momentum must be conserved، يعني the law of conservation of momentum and law of conservation of energy. صحيح المومنتم بتاعت الالكترون ايه؟ زادت، بس المومنتم بتاع الفوتون قلت. يبقى المومنتم اللي زادت في الالكترون نقصت من مين؟ من الفوتون. تمام. والانرجي neither destroyed nor created but converted from one form to another. The law of conservation of a momentum بيقول ان linear momentum before collision equal linear momentum after collision. يبقى المومنتم بتاعت الالكترون before plus المومنتم بتاعت الفوتون before equal المومنتم of electron after plus المومنتم of photon after. وده معناه ان لو في مومنتم زادت يبقى اكيد في مومنتم قلت. تمام. لما هنشوف الconclusion كده اعتبرت ان الفوتون ليه مومنتم ولا لا؟ يعني ليه ماس؟ ما هي المومنتم بتساوي ماس تايم فيلوستي. يبقى الفوتون ليه مومنتم ليه ماس ليه فيلوستي، ومفيش حاجه ليها ماس ما تبقاش ايه؟ بارتكل. يبقى من كونكلوجن من كومبتون افكت ساعد على ان انا قدرت احصل على ان الفوتون ليه صفه مين؟ الماس، واللي ليه صفه الماس يبقى ايه؟ بارتكل. تمام. من هنا كومبتون افكت قال اعتبر الفوتون considered the photon as a particle with a linear momentum. تمام. The factors affecting our linear momentum عامة in general مش على الفوتون بس، على أي moving particle زي ما احنا شايفين. المومنتم directly proportional مع الماس، directly proportional مع الفيلوستي، لأن المومنتم equal mass time velocity. ومن هنا نقدر نقول compare between in Compton effect بين الفوتون حصل له إيه والالكترون حصل له ايه. يلا راجع معايا كده. الانرجي بتاعت الفوتون افتر
It less than the energy before. استنى. الانرجينايزر ديسترويد. بص على الالكترون. يلا. الالكترون الانرجي بتاعته after greater than energy before. يبقى الانرجي اللي قلت في الفوتون زادت في مين؟ في الالكترون. تمام. الفريكوانسي بتاع الفوتون after less than the velocity before. ايه ده ليه؟ سوري. الفريكوانسي after less than the frequency before. ليه؟ مش الانرجي of photon equal h Planck's constant في نيو. يبقى لما الانرجي تقل الفريكوانسي هيقل. انما الالكترون ملوش فريكوانسي. الماس افتر less than mass before. ايوه الماس افتر less than mass before. مين قالك؟ على مهلك. هي مش المومنتم ماس تايم فيلوسيتي؟ يس. والفيلوسيتي بتاعت الفوتون ما ينفعش تتغير صح ولا لا؟ يبقى اكيد لما المومنتم قلت يبقى الماس هي اللي ايه؟ اللي قلت. ليه الفيلوسيتي بتاعت الفوتون ما بتتغيرش؟ ها؟ عشان سبيد اوف لايت ما بتتغيرش. يبقى بص لي هنا وراقب كويس قوي يا جميل. يلا الماس اوف فوتون افتر less than mass before. ليه؟ لان المومنتم افتر less than مومنتم before. انما الماس بتاعت الالكترون ما بتتغيرش. يبقى اكيد الفيلوسيتي افتر greater than velocity before والماس افتر equal mass before. على مهلك تاني. يلا الانرجي بتاعت الفوتون قلت يبقى الانرجي بتاعت الالكترون زادت. ها الفريكوانسي بتاع الفوتون قل انما ماليش لي اصلا الالكترون ملوش فريكوانسي. الماس بتاعت الفوتون قلت. ليه؟ لان المومنتم ها قلت والفيلوسيتي ثابته والمومنتم بتساوي ماس في فيلوسيتي. يبقى الماس هي اللي قلت انما الماس الالكترون ثابته لان الماس في الالكترون ما بتتغيرش. الفيلوسيتي بيفور للفوتون equal velocity after equal c رقم ثابت. هي مومنتم الالكترون زادت والمومنتم ماس في فيلوسيتي. وماس الالكترون بقى هي اللي ما بتتغيرش. يبقى اكيد الفيلوسيتي زادت ولا لا؟ تمام. اللينير مومنتم افتر للفوتون less than مومنتم بيفور. اما المومنتم افتر للالكترون زاد. يبقى اللي قل هنا زاد هنا ولا لا؟ تمام. الويف لينث استنى بتاع مين؟ بتاع الفوتون. الويف لينث بتاع الفوتون هو الانرجي جرالها ايه؟ ها قلت. يبقى الفريكوانسي قل. يبقى الويف لينث ماله؟ زاد. اما الويف لينث بتاع الالكترون قل لان سرعته زادت. فهمنا كده يا جميل؟ واعتبرنا ان الكولاجن بين الفوتون والالكترون زي كور البلياردو، يعني ليه ماس ومومنتم. شكرا.